موجز الثالثة مشاهدينا ياتيكم عبر شاشة التلفزيون المصري، فأهلا بكم. توجه وزير الخارجية سيد سامح شكري إلى العاصمة الإسبانية مدريد في زيارة تأتي تلبية لدعوة من نظيره الإسباني، حيث من المنتظر عقد مباحثات بين الجانبين تتناول كافة أوجه العلاقات الثنائية ما بين البلدين. وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ أنه من المقرر أن يقوم ملك إسبانيا باستقبال شكري، فضلا عن إجراء عدة لقاءات، منها لقاء النائبة الثالثة لرئيس الحكومة وزيرة التحول البيئي والتحدي الديموغرافي. كما سيتم التنسيق خلال الزيارة حول استضافة ورئاسة مصر للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27. واصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية، وذلك لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي. تمكنت خلال الـ 24 ساعة من ضبط 299 قضية تموينية بمضبوطات قرابة 48 طن مواد غذائية وغير غذائية. ففي مجال حجب السلع الاستراتيجية تم ضبط ما يقرب من 26 طن سلع غذائية. وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط أكثر من 11.5 أطنان. وفي مجال الاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 7 أطنان دقيق مدعم وسكر تمويني. كما تم ضبط 358 قضية في مجال قضايا المخابز، من بينها 62 قضية خبز ناقص الوزن و73 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. ترأس البابا توادروس الثاني بابا الإسكندرية بطرير كالكرازة المرقصية صلاة قداس أحد الصعف أو قداس أحد الشاعرين بالكاتدرائية المرقصية في الإسكندرية. جاء ذلك وسط حضور محدود في ظل اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا بمشاركة عدد من الأساقفة وكهنة وآباء الكنيسة. يتضمن الاحتفال بأحد الشاعنين تداول أغصان النخيل خارج الكنيسة التي شهد محيطها إجراءات أمنية مشددة وانتشارا لرجال الأمن في الشوارع المحيطة بها. مشاهدينا، نهاية موجز الثالثة عبر شاشة التلفزيون المصري في تمام الساعة 6:00، جولة إخبارية مجددة، إلى الملتقى.